ابو حميد. هلا هلا حبيبي. والله الحمد لله والله بخير. والله من البيت للشغل، الشغل البيت. اخبارك انت؟ تمام. خبرني ايش؟ تركت الشغل؟ انت تركت يعني ولا هم بطلوك؟ هم بطلوك. طيب مش مشكلة، على كاسة يا زلمة. شو بتقول؟ مش مشترك ولا كاسة؟ طب ليش يا زلمة الله يسامحك؟ طيب ماشي ماشي. طب لا حل لا حل، خلص انا هسه بجيك ونحل. يلا سلام سلام. السلام عليكم، معكم سعيد ظاهر. إذا عجبك الفيديو يا ريت تعملنا لايك، هي زر اللايك تحت، وتنشر الفيديو بالصفحات اللي أنت موجود فيها، وإذا أنت داخل علينا جديد يا ريت تعمل اشتراك بالقناة، هي زر الاشتراك تحت، فعل جرس التنبيهات مشان يوصلك كل جديد. اليوم موضوعنا عن الأكاسة أو أربت سلوتس هيتس أكاسة. هاي كلمة ولا جملة؟ ما علينا. بانجليزي دي يا مرسي. وترجمتها هي صندوق تعويض فاقدين العمل. في السويد موجود حوالي 26 أكاسة مختلفة، منها أكاسة هي تابعة للعمل أو لطبيعة العمل اللي أنت بتشتغل فيه، ومنها خاصة وليست تابعة لأي أعمال، يعني شاملة ممكن تشترك فيها شو ما كنت تشتغل. الله أكبر عليك، إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ طريقة الاشتراك بالأكاسة هي أنك أنت بتشوف العاملين معك الموجودين في المجال العمل تبعك في المصنع او في او حدا بتعرفه مثلا بيشتغل نفس شغلك، ممكن تساله ايش الاكاسه اللي انت مشترك فيها وتشترك معه. عاده بيكونوا كلهم مشتركين باكاسه واحده خصوصا في شغلك او في مكان عملك، او بتقدر تشترك عن طريق موقع akasa.sa، راح احط الرابط في الديسكربشن. هذا الموقع بتدخل عليه تختار مجال العمل تبعك، وهو بيعطيك مقارنه بين الأكاسات اللي موجودة في السويد حسب نوع العمل تبعك، ومن هناك بتقرر أنت أي أكاسة بتناسبك أو أي أكاسة ممكن تشترك فيها. أو عن طريق النقابة الفكت. النقابة بيكون لها ممثلين موجودين في الشركة اللي أنت بتشتغل فيها أو المصنع اللي أنت بتشتغل فيه، أو ممكن تتصل فيهم إذا بتعرف أنت النقابة إذا ما موجود ممثلين عنها في الشركة. الاشتراك في النقابة هو أعلى من الاشتراك في الأكاسة، ولكن يشمل الاشتراك في الأكاسة، أو إذا ما بدك تقدر تشترك بالأكاسة لحالها بدون ما تشترك بالنقابة، مع أني بفضل أنك تشترك بالفكت أو في النقابة، لأنه النقابة عندها شغلات كثير ومميزات كثير وخصومات ممكن او اشي، وغير هيك انها بتقدر انها بتحميك في عملك لو تعرضت لاي مشكلة مع صاحب العمل او مع حدا بالشغل او صار معك مشكلة معينة، النقابة هي ملجأك عشان تحل المشكلة هاي او تساعدك في حل المشكلة هاي. ابو حميد ترك شغله او استغنوا عن خدماته هم لسبب من الاسباب، بالتالي هو مش مشترك بالأكاسة. انا حمار وغبي. طيب شو الحل لابو حميد؟ طبعا حل ابو حميد بسيط جدا، في اشي اسمه الالفا كاسة. الالفا كاسة هي اكاسة او صندوق مثل باقي الصناديق، ولكن هي حرة، يعني مش تابعة لاي حدا ولا تابعة لاي مجال عمل، وممكن تشترك فيها لو حبيت، بس ولكن عادة بيلجأوا لها الناس اللي ما مشتركين بالاكاسة. الان الالفا كاسة هي بتدفع لك الحد الادنى من التعويض اليومي، والتعويض اليومي هو 365 كرون يوميا. طبعا الأكاسة لما تيجي تحسب لك التعويض تبعك تحسبه يومي، يعني ايام الاسبوع 5 ايام عمل، السبت والاحد مش محسوبين انه ما بتاخد عليهم تعويض، وبالتالي هم بيحسبوا 20 يوم بالشهر انت بتاخد تعويض سبب انك فقد شغلك. 30,000 جنيه وانا باخد بالشهر عني وعني يا واحد مني. طبعا زي ما قلت 365 كروم بيخصموا بعدين منها الضريبة. انت لما تاخذ التعويض من الأكاسة هو يعتبر دخل شهري لك، فبتدفع عليه ضرائب، يعني المبلغ اللي بيطلع لك في النهاية راح ينخصم منه ضرائب، وراح يتحول لك الباقي على حسابك على البنك كدخل شهري عبين ما تلاقي شغل وعبين ما تدبر امورك. الأكاسة شروط الاشتراك في الأكاسة عموما، مش الألف أكاسة، بالأكاسة عموما، أول إشي إنك تكون مشترك بالأكاسة لمدة سنة كاملة تكون مشترك عندهم. تاني إشي إنك تكون مسجل في مكتب العمل
طبعا مباشرة بعد ما انت تخسر شغلك مباشرة تاني يوم بتروح تسجل في مكتب العمل انك انت بتدور على شغل. الثالث هو احد الشرطين، انك تكون شغال لمدة 6 أشهر متتالية بما لا يقل عن 80 ساعة شهريا، او اذا انت ما كملت سنة شغل. يعني مثلا في ناس تلاقيها اشتغلت 9 أشهر ما كمل سنة شغل، فهم بيجوا بيحسبوا له في 6 أشهر اذا انت اشتغل ما مجموعه 480 ساعة، شرط انك تكون مشتغل ما لا يقل عن 50 ساعة شهريا في 6 أشهر هدول، فانت بنطبق عليك احد الشرطين هدول فانت تستحق التعويض الاكاسة. وانك تكون متاح للعمل ما لا يقل عن 3 ساعات يوميا او بمعدل 17 ساعة اسبوعيا. لو انعرض عليك شغل لازم تكون متاح انك تشتغل 3 ساعات يوميا بمعدل 17 ساعة اسبوعيا عشان تحصل على الاكاسة. ورابعا اللي هو الكرت، كل اسبوع لازم تعبي كرت يرسل كل اسبوعين على الاكاسة. طبعا هم انت بس تسجل عندهم وكل شيء تمام، او انه مثلا تطلب منهم التعويض، انا خسرت شغلي بدي التعويض بدي الاكاسة تبعتي، يقولوا لك اوكي هاي معلومات الدخول عشان تدخل على الموقع تبعهم وتكمل المطلوب منك. طبعا لازم تجيب لهم شهادة من صاحب الشغل انك انت قديش اشتغلت، تاريخ شغلك، من امتى بدأت ولامتى خلصت، قديش كنت تاخذ بالشهر، عدد ساعات العمل، معلومات كثير اللي هو تقرير عن او شهادة من صاحب الشغل للأكاسة مشان يعرفوا يحسبوا قديش بيطلع لك أكاسة. طبعا عشان زي ما حكيت عشان تحصل على الأكاسة لازم تكون تركت الشغل او تم الاستغناء عن خدماتك، يعني تركت الشغل بدون إرادتك، يعني هم استغنوا عن خدماتك ما بدهم اياك لسبب من الأسباب تركت الشغل. طيب لو انت تركت الشغل او استقلت، هلا هون الاكاسة في عندك انت بمجرد ما تبلغ الاكاسة انه انت تركت شغلك وبدك تعويض في عندك فترة انتظار اسمها كارينس دوغر. هاي الفترة اذا انت مطابق للشروط وكل اشي مدتها 6 أيام عبين ما يشوفوا الاوراق اللي بعت لهم اياها ويطابقوا كل شيء، يوصلوا بدائرة الضرائب ويتصلوا صاحب الشغل تبعك انه انت مزبوط هذا الحكي ولا ما مزبوط. فهاي الفترة بتاخد 6 أيام، هاي 6 أيام انت ما بتحصل عليها على فلوس، يعني ما بيعطوك تعويض عن اول 6 أيام. هلأ هدول 6 أيام اذا انت تركت الشغل استقلت بإرادتك هدول 6 أيام بيصيروا 45 يوم. عشان انت ما توقع بفترة 45 يوم هدول، اسباب للاستقالة احد الاسباب التالية انه انت يكون معك تقرير طبي انه هذا الشغل بيأثر على صحتك لسبب من الاسباب، تكون تعرضت لمضايقات في هذا الشغل، تنمر، يعني حدا بسبب من الاسباب عنصرية او اي اشي ايش مكان، انه يكون صاحب الشغل ما دفع لك الراتب اللي انت وياه اتفقتوا عليه، تكون مكان شغلك انتقل لمكان بعيد انه انت ما عندك سيارة او اشي والمواصلات كتير صعبة او هذا. طبعا هاي الاسباب ممكن تاخد الاكاسة في عين الاعتبار وما بتحسب عليه 45 يوم كارينس دوغر او فترة انتظار 45 يوم، تحسب لك 6 أيام زي العادي. طبعا الاكاسة قسمة التعويض اليومي لثلاث فترات، اقصى حد على 300 يوم تعويض. 300 يوم تعويض طبعا مش محسوب منهم السبت والاحد، 300 يوم عمل احنا عم نحكي. 300 يوم هدول مقسمين لثلاث اقسام 100 ب100 ب100. طبعا اذا انت راتبك فوق ال 25,000 و25 كرون تحصل على الحد الاعلى من التعويض وهو 910 كرونات يوميا، هدول اول 100 يوم. بعد هيك بينزل تاني 100 يوم بينزل التعويض للحد الادنى من 80% وهي 710 كرونات، وثالث 100 بتحصل على 70% من راتبك. طبعا خلال الفترة هاي لازم انت تدور على شغل، بتكون اكتب في مكتب العمل انه انت عم تدور على شغل مشان تاخذ التعويض، هذا شرط من شروط الاكاسة. طبعا بيطلبوا تقارير من مكتب العمل هم انه هل هذا الشخص مواظب على ارسال التقارير وعلى البحث عن عمل وعلى كل شيء. طبعا مكتب العمل اذا قال لهم لا بينقطع عليك التعويض مباشرة، اذا قال لهم بيستمر التعويض وبرسلوا لك اياه. اذا عندك طفل اقل من 18 سنة بمددوا لك
ال 300 يوم هذول كمان 150 يوم زيادة بتحصل على 70% من راتبك. طبعا ابو حميد زي ما قلنا الالفا كاسا، طبعا عشان تاخذ من الالفا كاسا لازم ينطبق عليك جميع الشروط اللي ذكرتها سابقا، ما عدا انك تكون مشترك بالالفا كاسا او تكون مشترك لمدة 12 شهر لانه انت فعليا مش مشترك بالاكاسا. وفي النهاية بتمنى انه يكون فيديو مفيد، اذا عجبك الفيديو يا ريت تنشره وتشترك في القناة تبعتنا وفي صفحتنا في الفيسبوك وتعملنا لايك، وانتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. السلام عليكم.